الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبيه الكريم. أيها المواطنون الكرام، في إطار الشفافية التامة التي تتعامل بها الحكومة في تسيير حالة وباء كورونا فيروس المستجد، أحيطكم علما أنه تم عزل شخص ثان مصاب بالفيروس، ويتعلق الأمر بسيدة أجنبية تعمل عند أسرة أجنبية مقيمة في بلادنا، عادت مؤخرا من سفر خارجي منذ 10 أيام. الوضعية الصحية للمصابة مستقرة الحمد لله، وتم عزلها في المركز المخصص للعزل الطبي هذا، وقد تم عزل العائلة لمدة 14 يوم. وهنا أغتنم هذه السانحة لأذكر السكان بضرورة التحلي بالهدوء والطمأنينة مع احترام الإجراءات الوقائية، وخاصة تكرار غسل اليدين بالماء والصابون والتقليل من التجمعات. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.